وصلنا لفقرة الجمال، وزي كل يوم أربع بنستنى كل أسئلتكم اللي بتبعتوها لنا على صفحة البرنامج علشان نجاوب عليها. أي حاجة تخص الشعر أو البشرة أو الجسم، أي حاجة أنتوا عايزين تسألوا عليها دايما ابعتوها لنا وتواصلوا معنا على صفحة البرنامج أو صفحة مراكز نبط. النهاردة معنا دكتورة ماريان نادر، أخصائي جلدية والليزر بمراكز نبط. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. زيك؟ تمام الحمد كويسة. لله. كويسة؟ تمام. نبتدي بأول سؤال. بس هتقول لنا الاول ان العروض لسه ممتده بمناسبه شهر الربيع؟ لا، ده احنا بقى عاملين حاجه مختلفه الفتره دي، يعني عيد الام وخلصنا عروض وكده. لا دلوقتي عاملين بقى عشان شهر الربيع خصومات جامده جدا على كل حاجه، بتوصل كمان 60%. بس عايزه اتاكد منه. قولي لي 60% مش 50؟ توصل ل 60. اكتر 60% بالظبط. يعني ده بناء على رغبه المشاهدين. تاخدينا في ايدك. لا انتوا تنورونا من غير حقيقي. سي ربنا يخليك. وعاملين كمان حاجه جديده كده، حاجه اسمها جروب، يعني كذا حد من الصحاب يكون لهم ديسكاونت اكتر، يعني حاجه جديده ممكن نعرفها من الكول سنتر. حلو ده قوي. يعني لو في جروب مثلا اربعه خمسه جايين مع بعض بيبقى لهم كمان فوق بالظبط حاجه اكسترا. بالظبط. يصل إيلة. يصل إيلة. يصل إيلة. يعني كل حاجة 60%. أيوة صح. لكن يصل صح. يصل طبعا. طيب أول سؤال النهاردة، ميادة عندها تجاعيد حول العين وبين الحاجبين، فهي بتسأل ينفع تعالج ده؟ بس هي مش قايلة عندها كام سنة بصراحة. بصي، هو تملي احنا بنحب نبدأ، طالما هي عندها تجاعيد أكيد التجاعيد دي فيها مرحلة اكسبريشن، سواء مرحله الاكسبريشن دي وصلت لمرحله ان هي تبقى تجاعيد ثابته معايا او ما وصلتش. يعني في جميع الاحوال انا عندي عضله قويه، ما هي تجاعيد نتيجه عضله قويه، سواء ما بين الحاجبين او في منطقه حوالين العين او في الجبهه، كل الحاجات دي نتيجه عضلات انا بحركها، فبتظهر عن نتيجتها تعبيرات. فالتعبيرات دي يا اما لو في مرحله البدايه هتعملي خطوط بسيطه هنعالجها بالبوتوكس بس. البوتوكس ماده تتحقن في العضله، يعني وانا بكشر بيبقى عندي عضله قويه بحقنها بتترخي على طول العضله، وانا بضحك بحافظ على الاكسبريشن بتاعي بس ما بيكونش عندي التجاعيد. تخطينا المرحله دي او سيبنا شويه والعضله بدات تتحول من تجاعيد تعبيريه لتجاعيد ثابته، اللي هو انا بضحك بكشر الموضوع ثابت معايا. رقم واحد هنعالج السبب اللي هو العضله، رقم اتنين هنعالج معانا الحفره الموجوده عندنا، هنعالجها بفيلر. يعني دي حد دي مرحله، بس المرحله العضله عندها قويه جدا نتيجه الضحكه بدات تظهر عندها كراوس فيد او منطقه شعاع الشمس بيسموها رجل غراب مع الضحكه، مشهوره جدا واول منطقه بيبتدي يظهر فيها العجز. بنعالجها عن طريق حقن البوتوكس، بتجي نتائج هائله جدا. فبعض الناس بتلاقي الخطوط دي محفوره معايا، فبعد البوتوكس باسبوع او باسبوع نبتدي نحقن الحفره الموجوده عندنا فيلر، لان بدات تعمل حفره ثابته معايا. اوكي. طب ساعات، معلش، ساعات دي بتكون كمان في منطقه عند الانف كده، يعني مش اللي هي موجوده في الصوره دي كمان، بس لا ده بتبقى عند الانف اللي هي مع الضحكه بتظهر خطين. هي ايوه اسمها فعلا، هي الصوره اللي معانا دي هي ال 111 او التجاعيد ما بين الحاجبين، ودي شكل الصوره اللي فوق دي شكل العضله نفسها. يعني تلاقي الحاجات اللي لونها بينك دي شكل العضله نفسها لما بتنقبض لما بتكون مرخيه، فالبوتوكس بيرخي لي العضله او بيخلي العضله ترتاح ترجع طبيعتها. الخطوط الباني لاين اللي انت كنت بتسالي عليها اللي هي بتظهر مع يعني بيسموها زي الارنب كده، بتظهر عند جانبي الانف مع الضحكه ما بين العين والانف. بالظبط، بتظهر في بعض الناس دي، بنعالجها برده عن طريق حقن البوتوكس. طيب جنى عندها مشكلة في آثار حب الشباب، حاولت تعالجه كتير بكريمات وبحاجات كده بس مش بتروح منها، فايه الطرق اللي ممكن تعالجها في مراكز نبض؟ آثار حب الشباب دي ممكن نعالجها أو نعمل كومباينيشن ما بين كذا حاجة. أولا رقم واحد طبعا وأقوى حاجة هو الفراكشنال ليزر، لأن الليزر وظيفته إن هو ينشط لي الكولاجين الموجود عندنا، فبدل ما أنا عندي حفرة ومكان فاضي داخل لجوه ببتدي كأني بردم الحفرة، فبنشط الكولاجين عندي وابتدي أرفع الحفرة من تحت. فأنا بحفز جسمي إن هو يعالج لي الحفرة الموجودة عندنا عن طريق الفراكشنال ليزر. بنعمل سيشن كل شهر. يعني دي حالة كانت معانا عندها آثار ندبات حب شباب، عملنا لها متوسط 6 جلسات مع كل جلسة. انا تملي بقول للبيشنت مش لازم 6 جلسات، ده اللي هو 6 يعني 6. ممكن 5 ممكن 4. افرض البيشنت هو هيلاحظ تحسن ان شاء الله مع كل جلسه. في صوره ايه؟ ان عمق الحفره اللي عندنا هتتحسن. افرض هو راضي او راضي عن النتيجه عند الجلسه الثالثه الرابعه، خلاص مش لازم يكمل الجلسات. واحده جت وفرحها كمان شهرين، ويا دكتور انا عندي ندبات حب شباب، هنعمل كومباينيشن كمان معاها، نضيف معاها حاجه جراس فاكتورز او عوامل نمو بتساعد الخلايا. طبعا دي ندبات مكان حب الشباب مع علاج برضو فراكشنال ليزر مع جروس فاكتور. طبعا ما بتكونش على فكره الندبات دي الحاجه الوحيده اللي ما بتدرش مع الميك اب، يعني بيبان برضو هي حاطه ميك اب هتفضل طبعا هتفضل محفره وشعر حفر موجوده طبعا. وناس على فكره كتيره بتيجي متخيله ان هو ملهاش حل. ممكن تتعالج بالفراكشن، ممكن تتعالج مع الفراكشنال وعلى الجروس فاكتورز، معاها تاخد هوم يوز ديرما رولر في البيت، ممكن تشتغل
ديرما رولر معاها كريمات بتنشط الكولاجين شويه ما بين الجلسه والثانيه، ممكن نشتغل بعض الندبات تبقى عميقه شويه قوي، نشتغل معاها خيوط امتلاء، مش خيوط بس شد وش، لا خيوط بتتحط بتنشط الكولاجين فبتبتدي تملي الموضوع. بس البشره بترجع تاني ملساء زي كانه ما فيش حاجه. البيشنت ما بيكونوش مصدقين ان انا وشي فعلا، بتيجي تقول لي انا فعلا الناس اللي ما شافونيش من فتره جم يقولوا لي انت وشك عملتي فيه ايه؟ العمق نفسه بدل ما الحفره غائره ومديه ظل ان المكان غامق، يعني تلاقي المنطقه اللي داخله لجوه الحفره دي كلها ظلال ظلال ظلال، فبتدي حتى ان البشره كانها مسمره كده، مش متناسقه في اللون. تيجي تقولي شيلي البقع يا دكتور، دي مش بقع، ده دي حفره داخله لجوه عامله ظل ان المكان غامق. فمجرد ما بنعمل ريسيرفس للجلد والبشره ترجع في طبيعتها بتبتدي تتحسن كتير معانا. طيب كريم كان عنده سؤال وبيقول ان هو كان يعني مليان وخس، ولما خس وبس خس واضح انه خس يعني معدل قوي كبيرة، بقى عنده ستريتش ماركس او اللي هي العلامات بتاعه تفتيح الجلد، فبيسال ده ممكن تروح العلامات دي يا دكتور؟ هو لو لسه خس يعني لو لسه فتره قريبه هتلاقي الستريتش مارك دي لونها احمر، طالما لونها احمر دي اكتر نوع وافضل نوع من انواع الستريتش مارك بيتحسن، تحسنه ممكن يوصل لغايه 80%. الستريتش مارك اللي بيبقى لونها احمر دي المرحله الاولانيه، سبناها واهملنا فيها وقلنا مش مشكله مع الوقت هتروح، هتحول بني بني برده فيها امل شويه، ابيض يعني مش هتروح، لا هتروح، بس الفكره ان احنا كل ما هنلحق بدري كل ما هتكون تحسنها وان هي تختفي افضل. الصوره اللي معايا دي دي ستريتش مارك لونها احمر، نسبه تحسنها يعني بصوره كبيره قوي لدرجه ان انت ما بقيتيش شايفاها. هنعالجها عن طريق ايه؟ هنعالجها عن طريق رقم واحد فراكشنال ليزر، رقم اثنين عايزين نعمل كومباينيشن معانا ونزود النتيجه او نسرع النتيجه هنعمل جلسه كاربوكسي. هدف الكاربوكس ان انا نشط الكولاجين بتاعي، انا كل الفكره ان انا حصل كاني مسكت استك والاستك ده كان ناشف قوي وشديته اتقطع من جوه، فكره الجلد ان الجلد كان مش مترطب كويس واتشد جامد قوي انا خسيت وتخنت فحصل فيه تقطيع في الجلد، الكولاجين والالاستين المسؤولين عن مرونه الجلد اتقطعوا، فانا بعيد تنشيط الخلايا مره تانية عن طريق فراكشنال ليزر، عن طريق كاربوكسي، عن طريق ديرما رولر، عن طريق بلازما، عن طريق كذا حاجه ممكن نعمل بيها كومباينيشن. كمان بتحصل اكتر مع الستات كمان في الحمل بالظبط. على فكره احنا دلوقتي ممكن نقي ان هي تظهر مع الحمل، لان هي فكرتها ان جلد مش مترطب كويس وزياده في الوزن جامده قوي، جلد ناشف وبشد جدا عشان كل البنات كريمات وحاجات كده طبعا. حتى الناس كمان اللي بتعمل دايت او بتلعب رياضه لازم احافظ تملي، بقول لهم حافظي على ترطيب جلدك تملي باستمرار. انا مستغربه له بقى حاجه يا دكتور، يعني لو انا مثلا رفيعه وتخنت اقول جسمي اتمدد او زي الحمل، انما لو انا تخينه وخسيت طب ده ما بيتمددش، ده بالعكس ده المفروض انه بينزل يكرمش. ما هو ما كانش باين بالظبط يكرمش، ما هو ما بيكونش باين على فكره. وانا جلدي ممدود قوي بتكون الستريتش مارك، على فكره الناس اللي بيكونوا بيخسوا بيجوا بستريتش مارك ابيض، لان هي كانت جلدها مشدود قوي قوي قوي، لما جلدها نزل بدات تلاحظ الكرمشه في جلدها وظهرت اكتر، يعني هو موجود بس ما بيبقاش باين ظهر لها. بالظبط. اوكي طيب محمد بيقول ان هو عنده تساقط في الشعر وشعره ابتدى يخف من قدام، اولا يعمل ايه عشان يلحق شعره انه ما يخفش اكتر من كده، والمناطق اللي هي خفت قدام دي ممكن يعمل فيها ايه عشان يستعيد الشعر مره ثانيه؟ محمد ده اكيد طالما راجل وجه وشعره بيقع غالبا 90% بيكون عندهم موضوع صلع الوراثي او في عامل وراثي. مش شرط على فكره من الاب والام يجي يقول لي انا بابا وماما اتنين كويسين، هو ممكن جد. حاجه ممكن من الجدود على فكره كمان، ممكن من الخلايا، ممكن من العمام، هي فكره ان في عندك عامل وراثي، طالما راجل وشعره بيقع ومنطقه بدات تفضى خالص ما كانش ستريس وما كانش اي حاجه، وطالما الفيتامينز كويسه والباترن، اصل هي لها اشكال الصلع الوراثي دي لها اشكال معينه، يا اما الجنبين بيرجعوا لورا بالظبط، دي شكل الصلع الوراثي عند الرجال، تلاقي منطقه الجانبين بدات ترجع لورا، الخط الامامي للشعر بدا يرجع لورا، تلاقي قرطه عرض جدا والشعر بدا يرجع لورا، عكس السيدات اللي بيكون عندهم موضوع الصلع الوراثي بتلاقي خط الامامي للشعر هو ستيل موجود لكن الشعر من جوه فضي، او تلاقي في الرجال برضو منطقه المنتصف عندهم فضيت، على حسب شكل الصلع الوراثي عند الرجال بنبتدي نعالج. زي وعلى حسب دي حاله معانا احتاجت زراعه شعر، يعني حاجه تبقى سيفير قوي كده فروه راس وخلاص ما عادش فيها شعر تماما اقويه او اكتره او ابتدي اغذيه عشان ينمو مره ثانيه، خلاص دي المرحله، دي مرحله زراعه شعر. زراعه الشعر دلوقتي كل ما التقنيه تتقدم كل ما العلم بيتقدم، بقيت اخد بصيله بصيله وازرعها بحيث ان انا شكل شعري الامامي هرسمه زي ما انا كنت بالظبط، مش هاخد شريحه، كان زمان بناخد شريحه نقصها ونحطها، كانت وحشه جدا. دلوقتي انا اقدر ارسم، يعني مثلا انا كان عندي منطقه نازله بوزه شويه، لا ده داخله من جوه من الناحيتين دول، اقدر ارسم زي ما انا كنت بالظبط عن طريق زراعه شعر، برسم بالقلم بالماركر المنطقه اللي انا عايزه ازرعها، ببتدي اخد بصيلات من المنطقه الخلفيه عندي وابتدي ازرعها في المنطقه دي، الشعر بيطول وبيقع وبياخد السايكل بتاعته الطبيعيه، وزن 3
من 3 ل 6 شهور تلاقي الشعر بدا يكون كويس وخلاص، وبعد كده بينمو وما بي خلاص وما بيقعش تاني، ما بيقعش تاني. واخدينه يعني هيبقى زي بقيه الشعر بالظبط، احنا واخدينه من منطقه، المنطقه دي حتى نلاحظ ان الرجال اللي شعرهم بيصلع خالص منطقه الخلفيه لا، هو اللي بيصلع من قدام، منطقه الخلفيه لا موجود فيها الشعر. اكيد زمان من 30 سنه لو كنتي تسمعي على ان ده ممكن يحصل في يوم من الايام ما كنتيش طبعا طب مين كان يصدق ان ممكن خيط يشد الوش؟ مين كان يصدق ان ممكن اخد بصيله وازرعها في منطقه فاضيه؟ التقدم سريع جدا بالظبط، سريع يعني. احنا شوفي احنا على طول مع مراكز نبض، الا اننا كل مره بنلاقيكم بتنزلوا اجهزه جديده، بتنزلوا يعني في طرق احدث دائما عندهم الحل. مع مركز نبض ما فيش مستحيل. طيب منى عندها سقوط او تهدل يعني في الجفن العلوي والحاجب كمان، فبتسال هل ممكن تعالج السقوط ده والحاجب ده ممكن يعني ترفعه شويه؟ لو المرحله مايلد او لسه في بدايتها او حاجه بسيطه، هي عايزه ترفع سنه صغيره خالص، بنبتدي نحقن لها بوتوكس، نحقن بوتوكس في منطقه الجبهه العلويه او نحقن بوتوكس حوالين العين، بيبتدي يشد لي الحاجب لفوق شويه، بيدي شكل كويس حتى كمان في البنات اللي ما عندهمش تهدل، هي مجرد عايزه توسع العين شويه لان الحاجب لما بيترفع بيشد الجفن فبتوسع العين. دي حاله سيفير شويه، يعني تلاحظي ان هي بتيجي تقول لي يا دكتور انا الرؤيه عندي ما عادتش زي الاول، انا عشان ابص على حاجه عشان اقرا ارفع جفني بايدي لفوق. بالظبط، بس دي حاله سيفير، دي احتاجنا ان احنا نعمل لها رقم واحد بوتوكس، رقم اتنين بعد اسبوع بنعمل لها خيوط. الخيوط بتشد لها كل الجلد لفوق، كل الجلد اللي موجود عندها ده تشده لفوق. يعني بتعملي بوتوكس الاول على اساس انك ترخي العضله بالظبط وبعد كده تشديها. البيشنت ليه بنعمل بوتوكس؟ انا دلوقتي لو بدات بخيط على طول، طب ما انا عندي العضله بتاعت منطقه الجبهه هتنزل لي الحاجب تاني لتحت قويه، فلازم العضله دي اريحها شويه بحيث ان ارجعها طبيعيه وبعدين ابتدي اعمل خيوط. فاحنا الخيوط بنبتدي ندخل ونشكل الحاجب. على فكره ميزه الخيوط ازاي؟ طبعا العين وسعت، بدات العين تظهر ان في عين مساحه تقدر تحط فيها ميك اب والرؤيه. في جلسه واحده البوتوكس وبعد يعني البوتوكس النهارده بعد اسبوع يكون نتيجته بانت، يكون نتيجته بانت بالظبط، نعمل لها الخيوط. الخيط ممكن يشكل لي شكل الحاجب، يعني في بعض الناس تلاقي عندها الطرف من قدام هو اللي واقع، من طرف الطرف الحاجب الخلفي هو اللي واقع، عايزه ترسم حاجبها بشكل مختلف، مش عايزاه دائري، عايزاه لا واخد رسم الثمانيه شويه، نقدر نشكل شكل الحاجب زي ما انا عايزه عن طريق الخيوط. واقع من هنا هدخل الخيط من هنا وادخله كده واقوم رافعه الجنب ده، واقع من الطرف ده هدخل كده وارفعه وارفع الجنب ده، على حسب الشكل المشكله اللي هي بتعاني منها ممكن اقدر اعمل لها الخيوط ونعالج منطقه الجفن نفسه نرفعها. بس نخلي بالنا شويه ان في حالات برده بتبقى سيفير قوي قوي، اللي هو جلده نازله كبيره جدا جدا. يعني الخيط حل لنا مشكله كبيره قوي، كان زمان ما اقدرش اعمل حاجه في منطقه الجبهه او في منطقه الحواجب او تهدل الجفون غير عمليه جراحيه، عمليه تجميل جفون دلوقتي، وكانت ناس كتيره جدا بترفضها لان هي عمليه وبنج وهقعد وعمليه وبنج وبرده في العين ومنطقه رقيقه، فالواحد بالظبط طبعا اكيد. فالخيوط حلت لنا جزء كبير جدا جدا من الموضوع ده. بس نخلي بالنا ان برده في حالات سيفير قوي لا، دي نريكومند لها حاجات سيرجيكال، حاجات جراحيه طبعا طبعا. طيب اميره بعتها بتقول عندها مشكله في الشفايف، ان شفتها العادي ان الصغيره فوق ومليانه شويه بالزبط. تحت هي عندها العكس. عندها فوق مليانه وتحت صغيره. والحقيقه هي عايزه تعالجها بس يكون الشكل متناسق، ما تحسش انها يعني عمل حاجه اوفر. ده الكومنت اللي بسمعه من ناس كتيره جدا، بصراحه انا بنبسط بيه. يعني ما واحده تيجي تقول لي انا دكتور مش عايزه حاجه تبان، مش عايزه حاجه اوفر، عايزه ابقى طبيعيه. الفكره ان احنا عندنا في المركز تملي، بدي البيشنت المرايه قولي لي انت كده تمام الدنيا معاكي، عايزه تزودي تاني، تيجي تقولي لي انت شايفاه او اللي انا شايفاه، انا شايفه ان كده متناسق، بس انت برضو ورضاكي عن نفسك، يعني انت جيتي عشان خاطر انت عايزه حاجه تجميل. فاحنا بننسق او بنعيد، هنا عملنا حاجه اديناها رتوش بسيطه بدات ان هي تظهر لها الشفايف عندها اللي فوق وتحت، هي شفايفها مش كبيره بس بدات تكون واضحه، تقدر تحط عليها ميك اب، حتى لو ما حطتش ميك اب هي الشفايف، منطقه الشفايف بقى شكلها كويس. كل الناس بتبقى متخوفه ان انا مش عايزه شفايفي تكبر قوي، انا مش عايزه ابقى ملحوظه. نموذج حلو قوي على فكره بالظبط، يعني انت تلاحظي ان هي طبيعيه تماما، ما حصلهاش تغيير، بس كان ما عندهاش شفايف، وخصوصا الناس دي مع الضحكه تلاقي اللي سبب بان ما عادش في شفايف خالص. بالظبط، ما عادش في شفايف خالص والسنان بس هي اللي باينه. فده عالج مشكله كمان، ان انا سناني ما عادتش بتبان مع الضحكه، بدا يبقى عندي حاجه اقدر يبقى شكلها طبيعي وانا بتكلم وانا بتحرك وانا بضحك وانا بعمل اي حاجه. طيب السؤال اللي بعده، هدى بعتها بتشتكي ان هي عندها تجاعيد في الرقبه، وهي بتقول ان هي يعني سنها لسه صغير، عندها 35 سنه، وبتسالك هتعمل ايه؟
طالما هي سنها صغير ده غالبا نتيجة عضلة عندها قوية شوية، فبنبتدي بقول لها اضغطي على اسنانك او جدي على اسنانك جامد قوي، بتظهر عضلة البلاتيزما عندها في الرقبة، فبنعملها بوتوكس. طالما عضلة قوية احنا اتفقنا احنا نعالجها عن طريق البوتوكس. البوتوكس نتيجته بتبان في خلال 3 4 ايام اسبوع بتكون النتيجة وصلت لأفضل حاجة. هي خست كتير قوي او كانت عاملة دايت قاسي جدا وكان وزنها كبير ونزلت جامد قوي، ممكن ان في السن الصغير ده نلاقي تهدر في الجلد. يعني بتمسكي الجلد تلاقيه ما عادش مشدود زي زمان. زي الصورة دي. دي حالة واحدة، هي مش كبيرة في السن بس بدأ يظهر عندها زي دبل تشين. هو فعليا هو مش لغد، هو تيجي تمسكيه تلاقي فاضي، ده جلد فاضي نتيجة ان انا خسيت، نتيجة ان انا مريت بظروف ستريس، نتيجة اهمال في بشرتي، نتيجة ايا كان السبب، بس بدأ يظهر عندي تهدر. كمان منطقة الجولاين او منطقة الفك بنلاقيها ما عادتش متحددة. هنعالجها عن طريق ايه؟ هنعالجها عن طريق خيوط. كلمة خيوط دي كلمة واسعة قوي، تحتها بيندرج حاجات كتيرة جدا. من ضمن الخيوط اللي احنا ممكن نعملها خيوط لمنطقة الرقبة. يعني دي صورة معانا هتلاحظي ان هي وشها اتنحت، بقت الرقبة متحددة، منطقة الفك متحددة تماما، منطقة الرقبة بقت مسحوبة ومشدودة. طب وعلى الصورة دي بالذات يا دكتور، الدقن اللي هي الممسوحه خالص دي، في ناس بتبقى عايزه تدور دقنها، يعني عارفه ازاي اللي هي تبقى مرفوعه شويه بالظبط. دلوقتي احنا نقدر نعملها عن طريق الفيلر. يعني الناس دول بتلاقيهم البروفايل او من الجنب بتلاقي وشهم مسحوب لورا كده او داخل لجوه، بالظبط تظهر لك كأن عندهم ضب او منطقه الاسنان بارزه لبره. لا، دي بمجرد ما بنحقن فيلر ونبتدي نعمل تشين اوجمنتيشن ونكبر منطقه الدقن بتلاقي نتيجه هايله جدا. بتلاقي وشها مع البروفايل، لا وشها بقى متناسق. بنعرفهم ازاي؟ هي تلاقيها لو مسكنا قلم وعملنا تاتش كده، المفروض ان القلم من الانف للشفايف يوصل للدقن، يمر بيهم هما الثلاثه. لو ما مرش بالدقن هتلاقي الدقن داخل جوه محتاجه اوجمنتيشن شويه. ده من مقاييس الجمال. نرجع لمنطقه لا تمام. لا، مقاييس الجمال مظبوطه. اتاكد بس ان احنا شغالين صح. لا كده ماشيه ماشيه ماشيه. نرجع لمنطقه الرقبه. بنشدها عن طريق الخيوط مع تفاوت. يعني كان زمان يجي يقولك انا هحتاج كام خيط يا دكتور؟ لا، دلوقتي العلم تطور وكل ما ده فيه جديد. مش بعدد الخيوط، هي بشكل الخيط نفسه هيعمل لي انهي منطقه. يعني المنطقه دي اللي هنسحب بيها منطقه الجولز غير المنطقه اللي انا هحدد بيها الوش، غير لو حاله مايلد قوي وعندها يا دوبك ساجنج بسيط في الوش كله هرفعه عن طريق شعاع كده، غير لو في الرقبه وعايزه اعمل سبورت زي شبكه تعديلي على كل الرقبه عشان تسحبها لي كده تاني. لو عايزه اعمل ديفينيشن، لو عايزه ارفع الحواجب، اكيد كل حاجه من الحاجات دي لها شكل خيط وشكل ابره مختلف تماما عن التانيه. فكل مكان في الوش، انت عارفه كمان ان انا اقدر اعمل كونتورنج للخدود او اقدر احدد الخدود عن طريق الخيوط، اقدر اعمل اوجمنتيشن. يعني في بعض الناس تلاقي خدهم واقع تماما والدهون كلها اللي كانت هنا نزلت تحت. بزق الدهون دي لفوق، بشد الجلد بالخيط. وبزق الدهون بالخيط. فهي انا ممكن اعمل بيه اللي هو بقى بديل للعمليات اللي هي الفيس ليفت، يعني كعمليه تجميل شد وش زي ما كنا بنقول زمان، كان بيبقى فيه ميني ليفتنج. دلوقتي خلاص الخيوط عملت عمل كاني بعمل فيس ليفتنج بالظبط، وتستمر معاها لمده حوالي 3 سنين بالظبط. هتقعد معانا 3 سنين. 3 سنين، ولما تيجي تعمل بعد كده مفيش اي مشكله انها تعمل؟ لا خالص، عايزه تيجي تعمل في اي وقت مفيش اي مشكله لأن خالص، لان الخيوط بتكون دابت وهي اوريدي حفزت الكولاجين. بالظبط. اوكي، طيب عندنا عماد بيعاني من بقعة غامقة في بشرته، ازاي ممكن يعالجها؟ البقعة الغامقة دي بقى سواء كانت نمش، سواء كانت كلف، سواء كانت آثار حب شباب، بقع مكان حب الشباب، ايا كان هو بقى عنده بقع ووشه غير متناسق في اللون. فمعناها ان انا بقت عندي صبغة ميلانين نشطة. فالخلايا التصبغية دي محتاجة حاجة تعملها كنترول. كنترول عن طريق ايه؟ نوع من انواع التقشير. مش هدفي اقشر الجلد بس، يعني في ناس وشهم ما بيقشرش وشهم بيفتح. دي تحسي ان في كلف، الوش مش متناسق، الخدود لون، الانف لون، الوش مش متناسق، بدا يظهر فيه بقع. سيان كانت بقى بتتعرض للشمس، او هي عندها عامل وراثي، او واحده تقول لي ما بتتعرضش للشمس خالص، ممكن تكون يا اما بتاخد مثلا حاجات لمنع الحمل او حبوب بتلعب في الهرمونات شويه بدا يظهر عندها الكلف ده. ممكن تكون المطبخ صهد الفرن نفسه. فانا تملي بقول لها علاجك سهل، يعني ان احنا نوصل لنتيجه كويسه دي حاجه سهله جدا، بس الفكره تو مينتين النتيجه، ان احنا نفضل محافظين عليها اطول فتره. لازم الحالات دي نحافظ بسان بروتكشن كويس، بسان بلوك كويس جدا، سواء واقفه في مطبخ، سواء بتتعرض لاي شمس او صهد او حراره. الخطوه الثانيه اللي بعد كده هنحافظ على النتيجه اللي هي وصلت لها عن طريق سان بلوك. وكمان الناس اللي بيبقى عندهم قابليه لتكوين تصبغات بنمشيهم على حاجات تعالج صبغه الميلانين داخليا مرتين في الاسبوع كمان تنزل عشان الصبغه ما ترجعش تنشط مره ثانيه. بحيث لو انا عندي استعداد قوي قوي لصبغه الميلانين تنشط عندي، هبتدي اهبطها يوم او يوم لا او مرتين في الاسبوع عن طريق حاجه تعالج التصبغات الداخليه. طب سين سؤال يا دكتور،
يعني احنا كده بنعالج او بنقول ان احنا ممكن نخلي التصبغات دي ما تزيدش. بالظبط. طب في ناس بيبقى عندهم مناطق فاتحه، يعني مش عايزه اقول بهاء نفسه كبهاء، بس يعني هل ممكن ندي حاجه تنشط بقى الصبغه دي ان هي تطلع؟ هقولك على حاجه، البهاء ده مرض مناعي شويه، فانت السيوريز او نظريات المسببه لمرض كتيره جدا، فعشان كده السبب بتاعه هتلاقي يعني انا ما عنديش سبب محدد. بالظبط. اتغير في مناعه الجلد، ممكن اقول في عامل وراثي، ممكن تقولي نتيجه انفكشن معين، نتيجه ايا كان السبب، بس هو ظهرت بقع تصبغيه في الجلد، سببها بالظبط مش معروف. فانا ما اقدرش اقول ان نتيجه ده هديله العلاج الفلاني. عشان كده كل النظريات اللي بتلعب على علاج البهاء هي سيروز، هي نظريات. يعني مثلا ممكن اقول ان انا ممكن اعملها بلازما، ممكن تحسنها، ممكن احقنها خلايا، احقنها صبغات، او احط ماده تنشط امتصاص اشعه الشمس لها. ايوه من عندي إن كده. هل ده في ممكن ده؟ ممكن، بس هي حل جذري؟ لا، ما في. يعني ما فيش اللي هو العلاج ده اقول لك اديكي الحاجه الفلانيه. في نظريات ممكن تلعب على في علاجات ممكن تلعب على نظريات، يعني جسم يتقبلها وجسم تاني ما يتقبلهاش. ممكن جسم يتقبلها وجسم لا. بالظبط. اوكي. طيب شاهي عندها هيشان وتقصف في الشعر، وحاولت تعمل كل حاجه وبرده ما فيش اي نتيجه، فبتسال ازاي تعالج ده؟ الهيشان والتقصف اللي في الشعر ده نتيجه حاجتين. اولا نتيجه ان انا كان ربنا خالق كفر طبيعي من الكرياتين والبروتين، مواد مكونه من المكونات الاساسيه للشعرايه. المواد دي بدا يحصل فيها كراكس، بدا يحصل فيها تشققات، فبدات الشعرايه بدل ما كانت نازله ليس وستريت وشكلها كويس، حتى لو كانت كيرلي، يعني حتى لو كانت شعرايه كيرلي بس ما فيهاش تقصف، كانت نازله طبيعيه بس واخده الويف. حصل في المكون الطبيعي اللي كان ربنا خلقني بيه حصل فيه تشققات، نتيجه بقى اجهاد، نتيجه عدم اهتمام بشعري، نتيجه سوء استخدام لشامبوهات معينه، نزول بسيم من غير ما اكون حاطه كفر على شعري، ايا إن كان انا بوظت شعري او بدا يحصل فيه الحاجات دي. فابتدي اعالج كل التقصف اللي موجود عندي او ارجع الكفر مره ثانيه عن طريق مواد بتتحط موضعيه، خليط بقى من بروتين على بوتوكس على كرياتين، مواد توبيكال بتتحط تملالي كل الفراغات اللي موجوده عندنا. فبيطلع الشعر، فبترجع بترجع شعرايه لطبيعتها اللي كان ربنا خلقها لي، وبتبتدي شعرايه تنزل مفروده زي ما كانت. امال لو في شعر زائد؟ لو شعر زائد دي حاجه ثانيه بقى. اطمن اهم حاجه ان ما عندهاش لخبطه في الهرمونز، لو عندها لخبطه في الهرمونات نعالجهم ان بارال، يعني انا هعالج ده، هعالج الشعر الزائد وهعالج السبب، عشان الجلسات اللي انا هعملها تجيب نتيجه. فاهماني الاثنين مع بعض. هنعالجه عن طريق ايه؟ عن طريق ليزر هير ريموفال، ازاله شعر عن طريق الليزر. فكره كل ما تكون الشعرايه تخينه وسميكه، يعني الشعر الزائد اللي بيكون في منطقه الدقن، بيكون في الوجه، بيكون في اماكن غير مرغوب فيها عند البنت، بيستجيب بسرعه جدا لان في الخلايا التصبغيه قويه جدا، فبتمتص اشعه الليزر بقوه فتجيب نتيجه اسرع. يعني نفس الشخص، انا بقولها نفس الشخص، لو انت بتعملي منطقه الاندر ارم بتعملي منطقه الفيس، الاندر ارم شعرها تخين شويه، الفيس شعرها خفيف شويه، هتلاقي ان عدد الجلسات انت نفس الشخص ونفس الجهاز، بس عدد الجلسات هيكون متفاوت من مكان للتاني. هنقول افريج هنحتاج متوسط 8 جلسات. مش معنى كده برضو ان مش هحس بنتيجه قبل الثمانيه، لا، انا مع اول جلسه هلاحظ نتيجه في صوره تباطؤ في طلوع الشعر، في صوره ان سمك الشعر يبتدي يخف معايا مع مره في مره في مره لغايه ما تستعيد طبيعتها مره. تمام. طيب ماهي بتسال عن ازاله الشعر، وخاصه انها بتخاف جدا من الالم، فهل في جديد ممكن يكون بدون الم؟ طبعا احنا الجهاز الموجود عندنا في مركز نبض افضل انواع الاجهزه في تقنيه الكولينج سيستم او في تقنيه التبريد. لو انت بتشتغلي هو بيعمل كولينج. بالظبط. يعني انا بحط البروب نفسه بتاع الليزر على ايد البيشنت، بقول انت حاسه بايه؟ قالت لي تلج محطوطه على جلدي. فالتلج دي كانها مخدر للالم، فانا الليزر بيطلع حراره وانا حاطه تلج على جلدك، فانت دي بتكاونتر دي، انت مش هتحسي باي الم موجود خالص. كالم لا، مش هنحس بالم. كبشره سنسيف لا، بالعكس ده هي هتبقى افضل حاجه لها. طيب احنا للاسف الوقت خلص، بس عايزين نسال على العروض. لا ما تلاقوش، يعني انتوا بس اي مشاهدين مركز مشاهدين اللمه الحلوه يجوا ينورونا. العروض كلها بتصل لغايه 50% بمناسبه اعياد الربيع ومناسبه شهر الربيع اللي احنا فيه. هنعرفها عن طريق الكول سنتر، لو عايز اي حد يستفسر عن اي حاجه سواء بوتوكس او خيوط او فيلر نستفسر منها عند الكول سنتر. في حاجات كتير بقت 60% طبعا، العرض الخصومات وصلت 60%، ولو راحوا مجموعه مع بعض هيبقى طبعا اكتر كمان من 60%. يعني مثلا ابتداء من 3 4 فما فوق. طبعا نلم الشله بقى ونروح. ميرسي جدا يا دكتور مريم، بنشكرك جدا، وان شاء الله تقدمي لنا الجديد باذن الله الحلقه الجايه ان شاء الله.